مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم أسرار العناصر. مشاهدينا، كل شيء من حولنا يتكون من عناصر كيميائية، وهي لب المادة وسر الحياة. وهذه العناصر جمعت داخل جدول سمي بالجدول الدوري للعناصر الكيميائية، حيث رتبت هذه العناصر على هيئة مصفوفة. لنتعرف أكثر إلى الجدول ونستمع إلى آراء طلابنا الأعزاء في هذا الاستطلاع. تعرف الجدول الدوري للعناصر الكيميائية؟ اي طبعا، جدول الدوري يعني هو اساس الكيمياء، فينا نعرف انه تقسموا العناصر حسب خصائصهم. طبعا نعرفه، الجدول الدوري للعناصر الكيميائية وضعه اسس العالم مندلييف. كثير هو مهم، بيساعدنا نحن بدراستنا، بيخلينا ندرس العناصر بشكل منظم وبنعرف خصائصها عن طريقه. اكيد بعرفه، الجدول الدوري للعناصر الكيميائيه هو شيء كثير اساسي بماده الكيمياء، لانه كثير بيسهل علينا عمليه انتقاء العناصر، لانه بصنفهم بطريقه بتتناسب مع عدد الالكترونات الموجوده بمدارات الخارجيه وقديش هي قدرتها على التفاعل وعدم التفاعل والخصائص المتشابهه بين كل العناصر المصنفه مع بعضها. الجدول الدوري هو عباره عن جدول ينظم العناصر الموجوده بالطبيعه ضمن مجموعه ويرتبها لسهوله دراستها. بعرف اخذنا معرفه عنه بالمرحله الاعداديه، بعرف هو جدول بيكون تنظيم كل العناصر الموجوده بالطبيعه وبيقوم تصنيفها حسب صفاتها. بعرف الجدول الدوري للعناصر الكيميائيه انه العالم مندلييف هو اللي وضع هذا الجدول وصنف العناصر الكيميائيه ضمن مجموعات مشان تسهيل دراسه هي العناصر. مين وضع هذا الجدول؟ لا بعرف انه هو العالم الروسي ديمتري مندلييف هو اللي وضع الجدول الدوري. العالم الروسي الشهير مندلييف. العالم مندلييف. العالم مندلييف غالبا. العالم مندلييف. اجتهد العلماء كثيرا حتى وصل الجدول إلينا بهذا الشكل، فقد خضع لتطورات كثيرة بدءا من العالم لافوازيه وصولا إلى جدول مندلييف الحديث الذي نستخدمه اليوم. لنعرف أكثر عن قصة الجدول الدوري وتطوره، تعالوا لنتابع هذا التقرير. كان أرسطو عام 330 قبل الميلاد يعد العناصر أربعة، وهي الأرض والهواء والنار والماء. وفي عام 1770 صنف لافوازيه 33 عنصرا، وفرق بين الفلزات، المعادن واللافلزات. وفي عام 1828 صنع جدولا للعناصر وأوزانها الذرية، ووضع للعناصر رموزها الكيماوية. وفي عام 1829 وضع دوبراينر ثلاثة جداول بها ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاثة عناصر متشابهة الخواص. المجموعة الأولى تضم الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، والثانية تضم كالسيوم وسترانسيوم والباريوم، والثالثة تضم الكلور والبروم واليود. وفي عام 1864 رتب جون نيولاندز 60 عنصرا بحسب الأوزان الذرية، ووجد تشابها بين العنصر الأول والعنصر التاسع والعنصر الثاني والعنصر العاشر إلى آخره من الترتيب، فاقترح قانون أوكتاف. وكان ديمتري مندلييف عالما كيميائيا روسيا، ولد بمدينة توبلوسيك بسيبيريا عام 1834. عرف بأنه أبو الجدول الدوري للعناصر. كان يبحث عن أفضل طريقة يشرح بها لطلابه عن العناصر 63 المعروفة حينئذ، وليرتب أفكاره حضر بطاقة لكل عنصر، وعلى كل عنصر كتب اسم العنصر ووزنه الذري ومميزاته ونقاط تشابهه مع العناصر الأخرى، ثم وضع البطاقات كعلبة ورق وبدأ بترتيبها مرارا وتكرارا. وفجأة اكتشف أن العناصر اصطفت في سبع مجموعات عمودية،
وكل مجموعة لها خواصها الفيزيائية والكيميائية. لقد اكتشف الجدول الدوري للعناصر، وهو خريطة تظهر علاقة العناصر ببعضها بعضا، وهي دقيقة لدرجة استطاع مندليف التنبؤ بمكان ثلاثة عناصر غير مكتشفة. الأول يشبه البورون، والثاني يشبه الألمنيوم، والثالث يشبه السيليكون. وفي النهاية تم اكتشاف العناصر وإثبات صحة كلام مندلييف. أما اليوم نحن نتعامل مع النسخة المطورة من الجدول الدوري، واسمه الجدول الدوري الحديث. يتكون من مجموعة مربعات، يحتوي كل مربع على اسم العنصر ورمزه وعدده الذري وكتلته الذرية. ترتب المربعات تصاعديا في سلسلة من الأعمدة تعرف بالمجموعات العائلات، وفي صفوف تعرف بالدورات. والمجموعات سلسلة من الصفوف العمودية في الجدول الدوري، والدورات سلسلة من الصفوف الأفقية في الجدول الدوري. قسم الجدول الدوري إلى مجموعات، كل مجموعة تحتوي على عناصر تتشابه في الخواص الفيزيائية والكيميائية. المجموعة الأولى أقصى اليسار من الجدول الدوري سميت بالفلزات القلوية، ولكن لماذا سميت بالفلزات القلوية؟ لتعرفوا أكثر عن سبب التسمية وبماذا تتميز هذه العناصر، تابعوا معنا التقرير الآتي. تعرف العناصر الستة الأولى الموجودة في المجموعة الأولى من الجدول الدوري باسم العناصر القلوية. تتألف هذه المجموعة من الليثيوم، رمزه الآي، عدده الذري 3، الصوديوم، رمزه Na، عدده الذري 11، البوتاسيوم، رمزه K، عدده الذري 19، ريبيديوم، رمزه Rb، عدده الذري 37، سيزيوم، رمزه Cs، عدده الذري 55، فرانسيون، رمزه Fr، عدده الذري 87. سميت هذه العناصر بالقلوية لأن أكاسيدها تذوب في الماء لينتج عن ذلك محاليل قلوية قوية. هذه العناصر لينة طرية، يمكن قطعها بسهولة بواسطة سكين لقلة عدد الإلكترونات المكونة للسحابة الإلكترونية في الرابطة الفلزية. تتميز هذه العناصر بأنها نشطة جدا كيميائيا. لذلك لا توجد في الطبيعة بصورتها الحرة، فهي تحتوي على إلكترون واحد في مجال الطاقة الخارجي مثل عنصر البوتاسيوم، مما يؤدي إلى سهولة فقده في أثناء التفاعلات الكيميائية والوصول إلى حالة الاستقرار. هذا الإلكترون هو المسؤول عن عملية التفاعل. كما يحدث عند تفاعل عنصر الصوديوم مع الكلور، حيث يفقد عنصر الصوديوم الإلكترون الموجود في مداره الخارجي، وتتم هذه العملية حتى يصل عنصر الصوديوم إلى حالة الاستقرار. كما شاهدنا المجموعة الأولى تتكون من ستة عناصر متشابهة بالشكل، وبإمكاننا تمييز كل عنصر عن الآخر من خلال تجربة اللهب. لنتابع هذه التجربة معا. يمكننا التمييز بين عناصر المجموعة الأولى التي تتشابه بالشكل من خلال الطيف الذري الذي هو إشعاع من الضوء.
له لون يميز العنصر عن بقية العناصر. وحتى نعرف الطيف الذري نحتاج إلى إجراء تجربة كشف اللهب أو الكشف الجاف عن طريق تنظيف سلك من البلاتين نضعه في حمض هيدروكلوريك مركز، بعدها نحضر الملح أو العنصر المجهول ونعرضه للهب فيتغير لون اللهب بحسب العنصر، مثلا الليثيوم يتحول للون القرمزي، الصوديوم يصبح أصفر ذهبيا، البوتاسيوم يصبح بنفسجيا فاتحا. تتميز المجموعة الأولى بمجموعة من الخواص الفيزيائية التي تتبع الطبقات الإلكترونية في كل ذرة. سنعرف أكثر عن هذا الموضوع مع المختصين في هذا التقرير. في الجدول الدوري الآن يوجد شيء اسمه دورية الخواص الكيميائية ودورية الخواص الفيزيائية. دورية الخواص الكيميائية هي لوحدها ودورية الخواص الفيزيائية لوحدها. دورية الخواص الفيزيائية تشمل الصفة المعدنية وطاقة التشرد وطاقة التشرد ونصف القطر الذري والإلفة الإلكترونية والسالبية الكهربائية. الجدول الدوري يوجد فقرتين أساسيات: دورية الخواص الفيزيائية ودورية الخواص الكيميائية. دورية الخواص الفيزيائية تشمل الصفة المعدنية ونصف القطر الذري ونصف القطر الشاردي والسالبية الكهربائية وطاقة التشرد والإلفة الإلكترونية. في هذه الحلقة سنتكلم عن عناصر المجموعة الأولى التي هي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم. ومن الجدير بالذكر أن مكان العنصر في الجدول الدوري هذا يتفق مع التوزيع الإلكتروني لهذا العنصر، فجميع هذه العناصر عناصر المجموعة الأولى تحتوي على إلكترون واحد في الطبقة الخارجية. لذلك الليثيوم يوجد لديه إلكترون واحد في الطبقة الثانية، الصوديوم يوجد إلكترون واحد في الطبقة الثالثة، الروبيديوم في الطبقة الرابعة، الروبيديوم الفرانسيوم في الطبقة الخامسة، والسيزيوم أول بعدين الفرانسيوم، السيزيوم في الطبقة الخامسة والفرانسيوم في الطبقة السادسة. إذن هون الإلكترون موجود في الطبقة الخارجية 2S 3S 4S 5S 6S. نبدأ بشرح نصف القطر الذري. نصف القطر الذري، فنصف القطر الذري يزداد بدءا من الليثيوم ويأتي إلى الصوديوم، البوتاسيوم، الروبيديوم، السيزيوم، الفرانسيوم. لماذا يزداد نصف القطر الذري؟ لأنه عندنا طبقات إلكترونية جديدة عند الانتقال من العنصر الأول إلى العنصر الثاني. عند الانتقال من العنصر الأول إلى العنصر الثاني بيكون الإلكترون موجود في الطبقة الثانية، لأن أصبحنا في الطبقة الثالثة، ومن أجل العنصر الذي يليه بنصير في الطبقة الرابعة والطبقة الخامسة والطبقة السادسة. لذلك يزداد نصف القطر الذري بدءا من الليثيوم وانتهاءا بالفرانسيوم. طاقة التشرد بالتعريف هي الطاقة اللازمة
لانتزاع إلكترون واحد من ذرة العنصر المعتدلة، هي طاقة التشرد الأولى، من الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من الطبقة الخارجية لذرة معتدلة إلى اللانهاية، يعني انفصال تام للإلكترون، انفصال تام للإلكترون عن الذرة ليعطينا شاردة موجبة زائد إلكترون. فطاقة التشرد هذه تتناقص من الأعلى إلى الأسفل هون، يعني الليثيوم أكثر شيء، بعدين الصوديوم، بعدين البوتاسيوم، بعد ذلك الروبيديوم، السيزيوم، الفرانسيوم. لماذا؟ لأنه الطبقة مثلا لو أخذنا عنصر الفرانسيوم فالإلكترون يخرج من الطبقة السادسة، بينما في الليثيوم الإلكترون يخرج من الطبقة الثانية، لذلك الطبقة السادسة أقرب إلى اللانهاية من الطبقة الثانية، لذلك الطاقة اللازمة لإرسال الإلكترون من السادسة إلى اللانهاية أقل من الطاقة اللازمة لإرسال الإلكترون من الطبقة الثانية إلى اللانهاية. فلذلك طاقة التشرد تتناقص تبعا من الليثيوم إلى الفرانسيوم. طبعا في شيء اسمه التشرد الثاني والتشرد الثالث. التشرد الثاني بيكون أعلى من التشرد الأول. التشرد طاقة التشرد الثاني، يعني شو معناه طاقة التشرد الثاني؟ طاقة التشرد الثاني معناها إرسال إلكترون ثاني إلى اللانهاية. فلما مثلا في حالة الليثيوم كان الإلكترون يخرج من الطبقة الثانية، الآن أصبح الإلكترون الثاني يخرج من الطبقة من الطبقة 1s، ف2s كان الإلكترون يخرج من التشرد الأول، بينما التشرد الثاني يخرج من الطبقة 1s، وال1s أبعد عن اللانهاية من 2s، لذلك بيكون طاقة التشرد أعلى، طاقة التشرد الثاني أعلى من طاقة التشرد الأول، ومقدار جذب النواة لهذه الإلكترونات بتصير أقوى من تلك التي موجودة في الطبقة الثانية. مشاهدينا، نعرف أن كل عنصر يدخل بمجموعة من التفاعلات الكيميائية ويسلك سلوكا محددا في أثناء هذه التفاعلات. تابعونا لنشاهد تفاعلات وسلوك عناصر الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم مع الماء والأكسجين وغيرها من المواد الكيميائية. الليثيوم Li عنصر من عناصر الجدول الدوري، العدد الذري 3، العدد الكتلي 7، التوزيع الإلكتروني لعنصر الليثيوم 1s2 2s1. اكتشف عنصر الليثيوم في عام 1817 من قبل أفيدسون بالسويد، وذلك من خامة البيتاليت. الليثيوم عبارة عن معدن أبيض فضي ينتمي إلى مجموعة المعادن الأساسية في الجدول الدوري للعناصر، سهل القطع بالسكين، يحفظ في الكيروسين. يتفاعل الليثيوم مع الأزوت ببطء في الدرجة العادية من الحرارة وبسرعة عند درجات أعلى ليشكل النتريت. يتحد الليثيوم مع الماء بشدة شكلا هيدروكسيد الليثيوم وغاز الهيدروجين، ولا يكون هذا التفاعل عنيفا حتى إن الليثيوم لا ينصهر والهيدروجين المتحرر لا يشتعل كما في حالة المعادن الأخرى. يتفاعل هيدروكسيد الليثيوم مع الهالوجينات، يكون التفاعل مصحوبا بانفجار ويتكون هاليدات أيونية شديدة الثبات، وهو تفاعل خطير. الليثيوم النقي جدا لا يتفاعل مع الأكسجين الجاف في الدرجة العالية من الحرارة، إلا أنه في الدرجات الأعلى من 100
يتفاعل معه ليشكل فوق أكسيد الليثيوم. يتفاعل الليثيوم أيضاً مع الكبريت ليعطي الكبريتات. نظراً لخاصيته فهو يدخل في تركيب البطاريات وكذلك في بعض الأدوية المستعملة في معالجة الأمراض العصبية والاكتئاب في صورة كربونات الليثيوم. العنصر الكيميائي الصوديوم، الرمز الكيميائي Na، العدد الذري 11، العدد الكتلي 22.99، الحالة صلب، اللون رمادي، تصنيف العنصر فلز قلوي، اسم المكتشف السير هنفري دافي، مكان الاكتشاف انجلترا، أصل التسمية من الكلمة الإنجليزية صودا، وكان العرب يسمون الصودا والبوتاس القلويات ومعناها الرماد. اكتشف الصوديوم حيث قام العالم هنفري ديفي بحرق بعض النباتات فتكونت الصودا. يحفظ الصوديوم في الكيروسين ويمكن بسهولة قطعه بالسكين. يتحد الصوديوم مع الماء بشدة مشكلا هيدروكسيد الصوديوم وغاز الهيدروجين. يتفاعل الصوديوم مع الكحول الإيثيلي مكونا إيتوكسيد الصوديوم. يتفاعل الصوديوم مع حمض الخل مكونا خلات الصوديوم. يشكل الصوديوم مع الهالوجينات مركبات الهاليدات، ومع الكبريت يعطي كبريتات. يحترق الصوديوم في جو من الأكسجين بلهب أصفر ساطع مشكلا أكسيد الصوديوم وفوق أكسيد الصوديوم. وعند وضع قطعة من الصوديوم في كمية كبيرة من الماء كالبحيرة مثلا يحدث انفجار كبير. العنصر الكيميائي البوتاسيوم، الرمز الكيميائي K، العدد الذري 19، العدد الكتلي 39، الحالة صلب، اللون رمادي فضي، تصنيف العنصر فلز قلوي، اسم المكتشف السير هنفري دافي، مكان الاكتشاف انجلترا، أصل التسمية من الكلمة العربية قلي، وكانت تعني رمادا عند العرب وتعني قلويا. يتفاعل بشدة مع الماء معطيا هيدروكسيد البوتاسيوم. يتفاعل البوتاسيوم مع الأكسجين معطيا السوبروكسيد. يتفاعل مع الكحول الإيثيلي. مشاهدينا الأحبة، انتهت قصتنا اليوم مع الجدول الدوري. نلتقي في الحلقة القادمة في قصة جديدة من قصص العناصر الكيميائية.